اكبر غلطه عملتها اني مشيت لامور جدايا بالحق. علاش؟ خاطر كانت اول حلقه فيها انا ما نعرفش مش يصير في بالي لي زانفيتي ما همش في بالي لي كرونيكور دي زانفيتي. قيت من بعد انا نجم نحكي على البرودوي نتاعي. قيت عركه في حمام. انت في بالك مشيت باش تقدم الخدمه نتاعك. اللي صار اللي صار نلقى روحي عركه في حمام. وبالحق اول اكسبيريونس ليا ما عرفتش نجاوب ونلقى التابية الزردي تسمع فيه فش قاعده تقول سي با بوسيبل. اللي انا بالحق ما قلتش حاجه يعني كيما وصلت هيا. انا قلت مين بكوش في صدره. قلت لها غيره مني ما قلتش حاجه اخرى.